جاب لي معنيه للدكتور ديرديري. في الحقيقه كده في قاعدين يقولوا كثير جدا، بعض الناس المتخصصين في الموسيقى وكده بيفتكروا انه الاخوه في الاوركسترا اعضاء الفرقه الموسيقيه بيخلوا زول يغني على كيفه وبيعزف له زي ما هو داير، ما قاعدين يتكلموا معاه. الكلام ده كده يتحقق منه من الناس الشغالين حقيقه في المساله دي. قدامكم الاخوان، نبدا منه كده. حذيفة في الكمانة، ناس كثير بينتظروا لأنه بيقولوا حافظ قاعدين يسكوا، عنده خبرة شوية في المجال. الغنى المنسي مرات، مع أنه خالد ده يبدو أنه أصغر شوية لكن برضه حافظ كمية من الحاجات، حتى الناس بيفتكروه شكله صغير لكن هو بيجوع عجي زي ما قاعد يقول محمد سليمان طوال. بنجيكم بنتكلم معاكم، لكن كده يا خالد أقصد حذيفة، بعد ما تقول لنا رايك كده بنرجع لك عندنا كمان راي نحن ذاتنا. انا احنا ما قاعد نخلي الشباب على كيفهم يعني، مرات الواحد بيكون بيغني في سلم او في منطقه صوتيه ما حقته، فبنقوم نرجعه نحاول نجرب له كم حته لحد ما نشوف المنطقه المناسبه له يعني. طيب كده نزلك بعد شويه نحن حنجي للمة، لان لما دي من قبل كده تقول داير يكشف لها الامتحان. قبل ما نكشف لها الامتحان حذيفه، برضه الناس بيزعلوا، يقول لك اخي الناس يعني لي من هنا الناس ساكت وما بعرف شنو. يعني انت قبل ما تعزف كمان جاء والزول لما يغني قاعد تدندن معاه، ما كدن دندن ممكن؟ عشان خاطرنا خلي عيونك الحلوات تخاطرنا ولما تمري ابقي اقيف واسالي عن مشاعرنا عشان خاطرنا. شكرا يا حذيفه. بعد ده لما تيجي تعزف اظن ما في زول ثاني بيقول الزول ده قاعد لنا ساي كده، ولا نخلي الجماعه دي يقولوا راي. يا اخي ما اظن الموضوع يحتاج.